تلمينا اليوم هنا في إطار مشروع أغريبرونور فاس كونكريتيزاسيون اللي هي تجسيد الأفكار. خدمتنا على ترسيخ الأفكار، معناتها كيفاش الفكرة هذيك كانت فكرة يمكن نعتها افتراضية، كيفاش تولي فكرة مرسخة على أرض الواقع. دونك عندهم تكوين النهار، بعد يهبطوا للسوق 10 أيام ويشوفوا يقابلوا الحرفاء نتاعهم ويشوفوا اسكو الفكرة اللي عملوها مطابقة دوافع الحرفاء ولا، وكيفاش يحسنوها. نشارك في برنامج أغريبرونور 2.0 من معتمدية فرنانا. شاركت في المرحلة الأولى من البرنامج، جيت نشارك في المرحلة الثانية متاع ترسيخ الأفكار اللي هي مرحلة مهمة باش نتعرفوا على متطلبات الحريف وشنو اللي بزوان نتاعو، فهمتني؟ إن شاء الله باش تتبعها مرحلة أخرى إن شاء الله نهار 11 سبتمبر باش نزيد نجيو نشاركوا فيها. تكوين ممتاز وتكوين مهم. استفدت من برشا حاجات كيما شنو هو كيفاش تدخل المارشي، كيفاش تكون عندك معليها فكره على التوسكي ريسك اللي باش تاخذه، شنو هي الاوبورتونيتي اللي انت يزمك تستغلها. أفكار ممتازة، ثم إرادة، شباب عنده طموح، وهذا هو الأهم.